فرد واحد سأل مني مسألة في كربلاء، قال أنه أنا أجرمت جرما كبيرا، فهل لي من توبة؟ قلت نعم، أي شيء إنسان عصى الله ما دام فيه الحياة الله يتوب عليه. قال هذا جرمي كلش كبير. قلت مهما كان كبيرا. قال زين أقول لك ذنبي. قلت لا تقول لي، لأن الذنب بينك وبين الله. قال لا، مو من هالقبيل الذنب اللي تتفكر فيه، بل الذنب من نوع آخر. قلت تفضل. حقيقة الذنب من نوع جديد لأول مرة سمعته في حياتي ولا آخر مرة. قال أنا في البريد واسطة الإبراقات التي تأتي من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، برقية. إجاني ذات يوم مثلا قبل 10 سنوات فرد واحد يهودي وقال لي على أنا وش كثر معاشك؟ مثلا قلت له 20 دينار. قال زين، هل لك أن أعطيك شهريا 20 دينار وتعمل لي عمل بسيط؟ قلت تفضل. قول. قال البرقيات التجارية التي تأتيك، البرقيات الاجتماعية السياسية، برقيات التعزية، هذن لا، البرقيات الاقتصادية، أن السكر ارتفع أو انخفض، أنه مثلا السمنت ارتفع أو انخفض، الحديد ارتفع أو انخفض. بمجرد أن تصل لك برقية من هذا القبيل وتريد أن تودي البرقية إلى صاحبها، شيل التلفون خابرني، قول أكو برقية من إيطاليا أن السمنت التي كانت قيمتها 20 دولار صار 25 دولار. قل لي وبعدين أرسل البرقية. قرد كم ساعة عطل البرقية، هذا شيء بسيط. وأنا مدة مديدة كنت أخذ من هذا اليهودي معاش وعلى طول الخط أقول له هذا شيء. وبعد مثلا 10 سنوات 20 سنة أقل أكثر فهمت أن أي خسارة أنا أوردتها على المسلمين، لأن هذا الرجل لما يسمع أن مثلا سمنت ارتفعت قيمتها فورا يرسل إلى الأسواق يشتري السمنت بالتلفونات، أو إذا سمع أن سمنت نزلت قيمتها فورا يتصل بالتلفونات إلى الدلالين ويبيع الأسمنت. ما الكل اليهود يبيعها فورا، فلعله في يوم واحد مثلا يربح 1,000,000 دينار ويخسر المسلمين 1,000,000 دينار أو أكثر أو أقل. الآن عرفت هذا الشيء، لاحظوا هذا، هذه حرامية وعمل لصوصية من ذلك اليهودي، لكن كلامي في عدم فهم هذا المبرق. فهم الحياة، الأمم تعيش على أولا الأخلاقيات، الصدق، التعاون، النشاط، الاستقامة، تعيش على الأخلاقيات. ثانيا تعيش الأمم على فهم الحياة،